الآن ننتقل للحديث عن حظوظ المنتخب المغربي لمواجهة مالي. يواصل المنتخب المغربي تحضيراته لمواجهة مالي ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وشهدت قائمة طبعا أسود المغرب أو أسود الأطلس 7 لاعبين من الدوري المحلي المرة الأولى منذ استلام المدرب هيرفي رينار تدريب المنتخب. خلينا نشوف أكثر عن المنتخب المغربي في التقرير اللي جاي. اختبار جديد لمدرب المنتخب المغربي الفرنسي هيرفي رينار مباشرة بعد نجاح في امتحان آخر هو التأهل لنهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين عام 2018. اختبار صعب هذه المرة في تصفيات كأس العالم بروسيا العام القادم وأمام منتخب إفريقي عتيد هو المنتخب المالي. لهذه المهمة العسيرة انتدب هيرفي رينار كل مخزونه من اللاعبين المحترفين في أوروبا والخليج العربي كعمود فقري أساسي للمنتخب المغربي الذي سيضم 28 لاعبا محترفا ولاعبان محليان فقط، هما ياسين خروبي من الوداد البيضاوي وجواد اليامق من الرجاء البيضاوي. مباراتين مالي مهمتين، الناخب الوطني كانت له جوله يعني مجموعه من اللقاءات مع مجموعه من اللاعبين خاصه العوده ديال العميد المهدي بن عطيه وايضا حكيم زياش بعدها. التشكيله المغربيه في المواجهه الناريه مع مالي يتوقع ان تضم ايضا كل من مهدي بن عطيه وحكيم زياش المحترف في صفوف اياكس امستردام الهولندي الذي يبدو ان خلافاته مع غنى قد اصبحت جزءا من الماضي بعد عمليات المصالحه التي قادها رئيس الاتحاد فوزي القجع بين الرجلين. تعزيز ماكينة أسود الأطلس ببن عطية وزياش سيزيد من قوتها على مواجهة الأسود المالية في الأدغال الإفريقية، حيث يعول أبناء هيرفي رينار على انتصار سريع يعزز حظوظهم في رحلة التصفيات الإفريقية الشاقة والطويلة. بالنسبة للعودة ديال زياش وبن عطية هي شيء أيضا تمشيني إيجابية بزاف، كيف ما كنا عارفين باللي بن عطية كان غادي يعتزل ورجع، وبالنسبه لزياد زياش ملي تصالح مع المدرب هذه شنقول لك ايجابيه بزاف. لا عندنا المقومات باش نتخطاو هذه العقبه ديال مالي وان شاء الله لماله علاش نربحوهم هنايا ولا. المنتخب المغربي ينافس في المجموعه الافريقيه الثالثه لاقصائيات كاس العالم روسيا 2018 الى جانب كل من مالي وساحل العاج والغابون، ويحتل المركز الثاني مع الغابون برصيد نقطتين، فيما يحتل المنتخب الإيفواري المركز الأول برصيد 4 نقاط، وتقبع مالي رابعة برصيد نقطة واحدة. اللقاء الأول بين المغرب ومالي سيحتضنه ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط في الفاتح من سبتمبر المقبل، فيما سيحتضن ملعب 26 مارس بالعاصمة باماكو مباراة الإياب في 5 من الشهر ذاته.